يجب التأكيد والتركيز على هذا الجانب، خاصة ما شاهدته الجزائر في سنوات سابقة من كثير من نقاط الفساد في هذا الجانب، خاصة في مجال صناعة السيارات أو تركيب السيارات. فكان لزاما الآن على الحكومة والسلطة التنفيذية بصفة عامة ورئيس الجمهورية أن يأخذ هذا المجال في عين الاعتبار، خاصة أن الجزائر تتمتع بثروات طبيعية كبيرة، تتمتع في اقتصاد قوي مقارنة في إفريقيا، إذا لم نقل هي الأول إفريقيا، فلماذا لا يكون لدينا اقتصاد في مجال الصناعات الميكانيكية خاصة صناعة السيارات والحافلات بصفة عامة، فلماذا لا يكون لدينا تركيز في هذا الجانب؟ يعني هي خطوة رائعة نراها كجمعية لحماية المستهلك، و خاصة أن الحكومة تتابع هذا الأمر خطوة بخطوة، وما صدر مؤخرا من دفتر الشروط بعد طول انتظار لهذا الأمر، فهو يعني دافع وحافز لتشجيع هذه الصناعة، لما لها من مردود اقتصادي كبير، ولما لها كذلك من مردود وفائدة للمستهلك الجزائري. نعلم أن عملية استيراد السيارات من الخارج ما يدفع عليه المواطن الجزائري من تعريفات جمركية ورسوم وأموال طائلة، فلماذا لا يكون هذا الأمر يعني متاح لديه في السوق الجزائرية بأسعار أقل وبذات الجودة أو بجودة أفضل؟